بون صباحي الناس الكل. كما قالت دكتور علان، احنا افيك مدام زاروك وتوت ليكيب اي ام سي، اون افي ان بتي كويز مع هيدي باش تكون حاجه انتراكتيف بيناتنا. مش كل مره ماني بون، مره الاخرى سيتي انتراكتيف، سيتي تري انتريسون، برشا عباد استفادوا وسالوا الاسئله اللي يحبوا عليهم. في مجال تاع دي فون برشا حاجات غالطه قاعده تخرج وتتقال، فيسبوك انترنت كيف عامر مش كان فيسبوك. دونك احنا حبينا بالكويز هذي نشوفوا شنو هو التوانسه يعرفوا على الماكله نتاع مرض السرطان وشنو هما الحاجات الصحاح شنو هما الحاجات الغالطين، وانتوما باش تتفاعلوا معنا وتجاوبونا توت لونغ دو كويز هذي. سامحوني بصوت صغيرة، حبيت نقدم مدام سونا اللي هي فلسطينية جاية من هي ممثلة منظمة في فلسطين تعنى بمرض السرطان عند النساء، وهي المنظمة هذه سويسرية اسمها ميدي بالستاين. وتوا أسبوع كامل قاعدين نعملوا في شغل كبير ياسر مع سونا، وعنا برشا برامج ما بين تونس وفلسطين، وهذايا ما زيدنا كان شرف باش نتعاملوا مع بعضنا. وفما عنا برامج خارقة للعادة، مساعدة ومتبادل خبرات ما بين تونس وفلسطين. مرحبا بسونا، مرحبا. شنو رايك؟ صح 58 ولا؟ ما لازمناش نبعدوا على الحليب وقت فما العلاج الشيميوثيرابي ولا الراديو ولا أي حاجة، لازمناش نبعدوا على الحليب ومشتقاته اللي هما الياغورت والجبن والرايب والبن، أكونديسيون اللي يكونوا ماهمش صبا باش نبعدوا على ليزانفكسيون. باهي؟ بالنسبة للدجاج، ديما السؤال زاد اللي يطرحوه المرضى، دجاج الماكينة ولا دجاج العرب ولا دجاج بصفة عامة؟ لازمنا نبعدوا على الدجاج ولا لازمنا نستهلكوه؟ شكون يقول لازمنا نبعدوا على الدجاج؟ ايه بون، الاكثر يقولوا ما لازمناش نبعدوا على الدجاج. بون في الكويز 66% يقولوا لازمنا نستهلكوا الدجاج. دونك وهذا صحيح، خاطر لازمنا نستهلكوا الدجاج خاطر هو بروتيين باش هكاك ما يخليش الانسان يضعف. ما لازمش، فما ضعف من ضعف، فما ضعف لي ينحي من المواد الشحم في البدن، وفما ضعف اللي ياكل من العضلات اللي هو المسكل. كي ينقصوا من العضلات تولي فما تعب وفما قلق، دونك احنا لي بروتيين هما اللي باش يخليو العضلات نتاعنا متكامله. سي تاجير با فورسيمون دجاج كلو دجاج، جو با داكور افيك فو. Parce que vous voulez discuter des hormones, c'est ça? Non. Juste quand le quiz, on va en discuter. Les abats, c'est un peu d'accord, c'est un peu de poulet. Micro-ondes. Je n'en ai qu'au micro-ondes. Tu sais pour le cancer ou aller? Tu sais pour le cancer? Je n'en ai qu'au micro-ondes. Je n'en ai qu'au micro-ondes. Micro-ondes, tu sais. وراكم تعرفوا كل اللي سبب الكونسير. بون ربحوا روحكم ما يسببش الكونسير، استعملوه اموركم معاكم. سي بون؟ اللحم الاحمر والسلامية والجمبون، بون هوني السؤال، هل تناول أكثر من 500 غرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع أو 50 غرام من اللحوم المصبرة سلامي جامبون عامل من عوامل الإصابة بمرض السرطان؟ شنو رأيك؟ أي ولا ليش؟ دونك 76% قالوا أي، وصحيحة الريبونس نتاعهم على خاطر صحيح، حتى مش معناها ما ناكلوش اللحم الأحمر جملة، أما لازم تكون كمية مش برشا، معناها ما نفوتوش الطبخ في الجمعة على بالي.
وي وقت الشيميوثيرابي لازمنا نمشيو ناخذوا فيتامينات ولا حياه باش فيتاميني شكون يقول اي ستة وثمانية بالمية من الجماعة اللي سألناهم قالوا اي شنو رايكم فيهم؟ الجواب هو لي اكونديسيون الطبيب يعطيهم لي كان يعطيهم لي الطبيب ما فماش مشكلة حتى هو يعرف العلاج متاعي ويعرف الدواء اللي لازم ناخذه اما واحد يمشي للفارماسي ويقول له بربي حكا فيتامين اوميغا 3 ولا اي حاجة اخرى ماذا بينا لا مريض السرطان لازم يرتاح وما يعمل حتى اي فور ليه 45% قالوا مريض السرطان لازم يرتاح وما يعمل حتى اي فور و 55% قالوا لا مريض السرطان لازم يتحرك بطريقه ادابتي لبدنه وتكون متوازنه مع الماكله اللي ياكل فيها كونسيرنون لاكتيفيتي دكتور هراوي هو اللي باش يحكي لكم عليها ماهيش خدمتي انا مي جوست احنا هذيا بارتي خاطر برشا عباد تقول لك اه سي بون عملت العمليه ولا نعمل في الشيميو لازمني نرتاح لازمني نرقد لازمني نرتاح ما لازمنيش نرقد بون على قد الجهد ولي ديتاي يدخل لكم فيهم دكتور هراوي الفكره اللي لازم نخرجوا بها اليوم اللي راه مش على خاطر واحد مرض سرطان ان شاء الله بعيد على الناس الكل وان شاء الله يشفي المرضى اللي واحد لازم يبطل يعيش لازم نكملوا ناكلوا بالكدا اكيليبري الفائده في النوعيه مش في الكميه فو مانجي اون كاليتي با اون كونتيتي ناكلوا بلوز او موان كل شيء اي فوالا اون كونتينيو ا فيف ماهيش واحد كي مش بشكل خاطر ثما دي زيدي كي يقولوا مثلا لي بروتين انيمال ما تاكلهمش لي فيتامين ما تاكلهمش على العظام لي ما نعرفش شنو وفي الاخر غيان نيفوندي في الاخر سكي كونت بلوس سي ليتا جينيرال دو باسيون نتاع الانسان حالته الصحيه النفسيه كي فون كو جو بونس كو سي تري بريز امبورطون اللي يخليوه ينجم يقاوم لي بروف هذيك نتاع العلاج وما بعد العلاج دونك لي كيستيون تاع سكو فان ديسكوتي سي كو باش نعطيكم الميكرو باش تسالونا باش نحاولوا نجاوبوكم واسالونا اللي تحبوا فريمون اللي تحبوا ونحن باش نحاولوا على ما نعرفوا وعلى ما نقدروا باش نجاوبوكم فوالا دونك بوغي كومونتي معاذ توا مادام سونيا حكيت على ليمونتاسيون وعلى لاكتيفيتي فيزيك باش ننسقوا مع بعضه معاذ هراوي باش يحكي لنا شويه على لاكتيفيتي فيزيك En fait, quand on parle de l'alimentation, on parle de l'activité physique. Il y a une balance dans le corps. Quand on mange quelque chose ou quand on mange une quantité petite, on mange un peu et on prend du poids. C'est une chose normale, il faut dépenser. Quand on mange quelque chose, on mange un peu. Ou quand on mange quelque chose, on mange un peu. Si on ne mange pas, باش يصير لها ستوكاج في البدن مشو لي ستوكاج هذاك باش تحاول الكريس وكوليسترول وكل شيء بي فما برشا توا لي مالاد جينيرالمون كي يمرض اون كور دو تريتمون يخاف فهمتني يميل برشا للفرش يعني باش يقعد ديما يقول لك نقعد الفرش خير لي باش نرتاح نو سي با بيان فما دو تيب دو فاتيك لازم نحكيو عليهم فما الفاتيك الاولاني الموفي فاتيك اللي هو يتسبب فيه يعني المرض بدو التريتمون نعرفو شيميوثيرابي وراديوثيرابي يعني عنده مخالفات ماهيش باهيه على البدن خاصه على سيستيم كارديو ريسبيراتوار على الوالي والقلب وعلى العضلات حاجه عاديه هذيا مي نحنا شنو نعملو ناخذو لي بيان في نتاع شيميوثيرابي والحاجات الخايبين نحيو من نجم نحيو كان بالاليمونتاسيون بي والاكتيفيتي فيزيك كيفاش هو البدن يخدم بالستيمولوس ريبونس يعني بدنك انت كيفاش باش تسنسو اذا كان تسنس بدنك بالارتخاء لو جور تحب تعمل اكتيفيتي قويه بدنك يريبون بار حاجه عاديه فهمتني يقول لك انك نعمل اكتيفيتي فيزيك نجم تصير لي كومبليكاسيون نحن نحكيو ديما راه مرات كونسير اكتيفيتي فيزيك ادابتي يعني فما حاجات معينين يعملهم كيما بار اكزومبل بولي في دو لا مارش والا يسوي ان بروغرام يعني معين نتاع مارش نتاع رانفورسمون يصير بالالكترو سيمولاسيون باغ اكزومبل تعرفوا من شويه سكي الكتريك تحطوا على الميسكل يبدا المريض قاعد ويصير رانفورسمون من غير ما تصير له حتى كومبليكاسيون من غير ما يعمل ايفور زاد كبير برشا فهمتني ولذا المريض لازم سي اوبليغاتوار انه يعمل اكتيفيتي فيزيك ديجا عملناها في صالحه زي ولقينا دي ريزولتا باهين برشا و
وهذا يراو نجم حتى نحضر الدكتور خليف هذا يأثر برشا على الحالة النفسية متاع المريض. علاش؟ المريض كي كان لباس يعني كان نجم يعمل برشا حاجة يعني كسامب نجم يمشي ساعة ألا فيه من غير ما يوقف كي بش يمرض يولي يمشي درجة 4 ساعة هذا بش أثر على نفسيته بش حس روحه إنه هو يعني معاش كيقبل فما حاجة تبدلت فيه فهمتني. C'est pour ça, avec l'activité physique, il y a un traitement en parallèle fait de l'activité, pour qu'il y ait une dégradation, il doit suivre un régime alimentaire bien déterminé. Il faut voir un nutritionniste. Il faut voir kif l'activité physique. Un programme. Le programme في وسط traitement مش كيما بعد traitement مش قبل زاد كيف كيف خاطر le niveau déjà نتاع البدن l'état physique نتاعو ماهوش عادي ماهوش normal alors il faut améliorer l'état physique بعدك نكملو بالنيفو العادي. alors en résumé راهو لازم واحد يكبر كدا ماكله باهية ولازم يتحرك بالكدا pour dépenser sinon راهو يصير stockage فهمتني بتاع الماكلة اللي ما بتحرقش فهمتني وقتها تصير السمنة ونعرف راهو اون دي ريزون تاع الكانسير سورتو الكانسير دو سان الكانسير دو كولون اللي هي السمنة راه فهمتني فوالا جو فو ميرسي. ميرسي سي معاذ. دونك تو اون باس لا مان الدكتور مهدي جودين غاسترونتيرولوج باش يحكي لنا على لي زيفي سكوندير ديجيستيف مرحبا. باش نقدم لكم شويه المشاكل نتاع الجهاز الهضمي وقت الكانسير وقت التريتمون تاع الكانسير. دونك شنو اللي باش نستعملوا احنا باش ما نمرضوش بالكانسير وخاصه باش ما يعاودش يجي قالنا جمع اي سورتو وقت اللي ناخذوا ونبداو في التريتمون. الوغ المشاكل تاع الجهاز الهضمي وقت الكانسير خاصه تجي وقت اللي الكانسير يمس الجهاز الهضمي كما البلع المصرع المعدة يتمثل في أوجاع ردان حشاكم دياري كونستيباسيون وخاصة بير دو بوا. به شنو هما الماكلات اللي نجمو ناخذوهم ولا اللي نجمو يحميونا هما الماكلات اللي هما أغيسك ألفي باش واحد يعمل كونسير مبدئيا الناس الكل تعرفهم عندك اللي نجمو يحميونا هما الغلة لي فروي ليغوم خاطرهم غيش اون فيبر فيهم الفيتامين فيهم لي مينيرو اي دو بريفيرونس 400 غرام في النهار نجمو تاخذوهم نيين مشويين طيبين كيما تحبوا لي فيبر لي سيريال كيما البان كومبلي ليغوم سيك كيما اللوبيا خاصة الخضرة لي برودوي لاتي الماء الحليب حاطي دي بوان ديروغاسيون خاطر كيما تعرفوا اي لا اما الحليب يبقى ديما باهي الياغورت خاصة في الكالسيوم كيما انا طبيب معدة دونك يغلب في البارو انتستينال والمعدة دونك يحب بالنسبة للكونسير نتاع التيوب ديجيستيف هذوما زدتهم ماهمش داخلين في الماكلة ما تروفي تخي امبوغتون باش نقولهم خاصة المرأة يلزمها ترضع على قليلة 6 شهور ناحية لامينوغي دونك أقل هرمونات دونك يحمي سرطان الثدي والاكتيفيتي فيزيك كما قال الأستاذ 45 مينوت 2-3 فوا باغ سومين سا بيرمي دوليميني لي توكسين. لي زانيمون اللي عندهم ريسك كبير باش واحد ينجم يعمل كونسير هما كيما قلتو قبيلة لي فيوند روج شاركوتري سلامي جامبون هما باهيين بالنسبة للبلان نيتريسيونيل خاطر يجيبو برشا كالوري مي إن فو با ديباسي 500 غرام باغ سومين. حاجة أخرى خايبة هي الملح الملح خاصة انك اللي يزيدوا الملح في الصحنة نتاعهم وفي سي با بيان دو تو اي سون تخين دي ا ريسك الفي دو كونسير خاصة انك الكاكاوية المالحة واللوز وكل الملح الكل حسن الكول بيان سور والسمنة يقسم الطعام نتاعو يبقى تو سكي غرا با
برشا مقلي، برشا فريتور، برشا جبونات قوية، يدير معظم مليح. من الأول ينجم يبدا ماكلة ليكيد، مول، برودو، ملحي، إتسيتيرا. من بعد فيسا فيسا يحاول يغطخون إن أليمونتاسيون فاريي إي كومبليت، باش ينجم بعد يبدا لي تخيطمون الآخرين. أهم تخيطمون يعطي مشاكل الجهاز الهضمي، بيان سور شيميوثيرابي. الشيميوثيرابي تسبب في برشا نوزي، غرض الردان، وخاصة الردان، وجايع في الفم، وشياح في الفم، وتياب في الفم، يعطي زاد جريان جوف، يبارد لابيتي. علاش حطيت فاتيك هنا؟ خاطر تيلمون الشيميوثيرابي بعد ساعة تبدا قوية، حتى باش يمرض مسكين يبدا تعب. بيك باش نشوف من بعد كيفاش ينجم يتفادى هذا. ألو شنو ينجم ياكل من الأول كي يبدا يجي ياسر غرض الردان ولا الردان؟ ديما يفراكسيون لاليمونتاسيون، معناها يقسم ماكلته على خمسة ستة سبعة مرات في النهار، شوية 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 برشا مرات في النهار. يحاول يبعد على الماكلة اللي ريحتها قوية ولا مطعمها قوية فوحة ياسر. يحاول ياكل ماكلة بارد، ماكلة ما تستحقش يسمى غدار. ماذا بيه ما تخش تدخلش ياسر الكوجينة، ماذا بيه قبل ما ياكل يمروح البيت. اي بروندر لي روبا ا ديستونس دو لا شيميوثيرابي. يبدا عنده الشيميو مثلا باش يعملها العشية، يا اما يفطر الصباح بكري وما يفطرش عند الاول، يبعد شوية على البيريود هذوما. كي تبدا عنده الدياغي يرمو برشا ماء، كيف كيف الفراكسيون ديما لي روبا، ماذا بيك معناها تقسمهم. ليميتي لي زاليمون ريش اون ماتيغ غراس لي سوك فون تريني دي غاز. كيما مثلا الخضرة النية تاع برشا غاز، هو عنده دياغي بعد ساعات حتى باش يطلق الهواء ينجم يزرف على عمرو. ماذا بيه يبعد على توسكي يعملو الغاز، يبعد على الحليب، يبعد على الفخيتور. وماذا بيه يخير الماكلة اللي تنقص الجريان الجوف، كيما الروس، كيما السفنان الطايبة، السفرج، التفاح، سوسوا ني ولا طايب. تبدا عنده الكونستيباسيون، بيان سور لازم يشرب برشا ماء، خاطر الماء يتلم في الكولون ويدز حاجات من الوسخ. بريفيليجي لي زاليمون ريش اون فيبر انسوليبل، كيما الغلة، الخضرة، نية ولا طايب، لي فروي سيك، والاوليجينو معناها كيما الزبيب مثلا، لي سيريال كومبليت. بالشيت هذايا كان يبدا فم شايح طايب، خاصة بالشيميوثيرابي. ماذا بيك الماكلة تكون باردة ولا ملذذة. ايفيتي لي زاليمون تخص عليه ايبيسي، معناها الماكلة ماذا بيها ما تكونش مالحة، ما تكونش ياسر مفوحة، في اللبحة، في الزينة حار، فيها الحار، ولا أسيد. يخير الماكلة تبدا التكستور تاعها مول، مثلا لي صوص، مايونيز، بيشاميل، كخيم، الحليب، الجو. يبدا عنده فم شايح، خاصة ديما الشيميوثيرابي، لازم يشرب الماء، يكون فيه قارص، ولا يمرض الشينغو، يشرب دي بتيت غورجي جي الماء، شوي شوي، كل ربع ساعة، كل نص ساعة، جغمة ماء. إذا كان يضعف، برشا بير دو بوا، تنجم تخليه يوقف الشيميوثيرابي، دونك ماذا بيه يقوي في الأليمونتاسيون تاعو، ويردها بيور ريش. صوب مرة في العامين، سي ريان دو تو، حتى كان 200 300 دينار في عامين ولا في خمس سنين، سي ريان دو تو قدام اللي ينجم شنو يجيب. راهو كي تمشيو للطبيب باش يقول لكم لاباس، باش يقول لكم راهو صار وفاء، ما عادش نجمو نعملو حتى شيء. دونك حطيت هذه هي مارغري ما عندهاش علاقة بالاليمونتاسيون، مي أنا نشوف كو سي تري امبوغتون وشكرا. دكتور حاتم شعبة هو اللي الغول نتاعو صعيب، الشيميوثيرابي اللي الناس ما تخافش من الشيروجي وتخاف من الشيميوثيرابي، هو باش يحكي لنا على انا ريت اي انا والله وقت اللي مت بالسرطان عملت الجراحه وكل اما